فيها غلط هي بتعمله؟ أول شيء هي ما بتعملش غلط، بالعكس ده صح 100%. بس عايزين نقول للناس السنن اللي لو أنا صليتها كل يوم ربنا هيبني لي يوميا قصر في الجنة. الله بمناسبة كده الاتصال الكريم من أمنا، سيدنا النبي صلى الله الصلاة عليه وسلم والسلام. قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ال 12 ركعة هم ركعتين سنة مع الصبح وستة مع الظهر، 2 و6 يبقوا كام؟ 8، واتنين بعد المغرب 10، واتنين بعد العشاء غير الشفع والوتر، كده 12. اللي يصلي ال 12 ركعة دول ربنا هيبني له قصر في الجنة يوميا. وسبح 100 تسبيحة يتزرع لي 100 نخلة، يعني حوالي كده فدانين ونص الجنينة، قفلتهم مستنيين إن شاء الله ربنا يكتب لي الجنة، أروح ألاقي القصر موجود مبني وجاهز ومفروش والجناين حواليه. أدي أول واحدة. رقم 2، أمنا بتسأل إنها بتصلي قبل العصر 4 ركعات، فبيقولوا لها لا بالعكس، دي سنة حلوة قوي بس سنة غير مؤكدة لكن لها أجر كبير جدا. يا جماعة، فيه سنة قبل صلاة العصر، بعد الأذان وقبل ما أصلي العصر أصلي 4 ركعات سنة، 2 وسلم و2 وسلم أو 4 على بعض زي العصر بالظبط. الأجر إيه؟ ربنا دخلني في رحمته. يا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله الله، حديث جميل. أبشري. أو والله، فأنت لو عايز إن ربنا يدخلك في رحمته، لأنه من أعظم نعم الله أن يمتن الله عليك بأنه يدخلك في رحمته. ربنا امتن على الأنبياء وأدخلناهم في رحمتنا، فنعمة مهمة جدا ان ربنا يدخلك في رحمته. طبعا. فانت تريد ان ربنا يدخلك في رحمته، صلي ركعتين سنة قبل العصر اذا وجدت وقتا. يبقى فيه سنة غير مؤكدة قبل العصر، بعد الاذان وقبل الصلاة اصلي 4 ركعات سنة ثم اقيم الصلاة واصلي العصر. النقطة اللي بعد كده هي بتقول انها بتصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر، صح 100%. عندنا سنن مؤكدة قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2، كده 6 ركعات، وفيه 2 تاني بعد الظهر، دول سنة غير مؤكدة، صح 100%. فاللي بتعمله صح، سواء كانت كسنن أو كقيام ليل أو كصلاة فجر أو جلوس حتى الشروق، صح 100%. وربنا يتقبل منا ومنك، وما تنسناش من صالح الدعاء. آمين يا رب. كل صلاة إحنا بنصليها ليها أجر وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. بس أحيانا بعض الناس يقول لك ما فيش حاجة اسمها أصلي ركعتين شكر لله، ما فيش حاجة اسمها كده. انت عايزه تصلي ركعتين شكر انا لله؟ بسالك، انا بسال حضرتك، مفيش حاجه اسمها اسالني انا اللي بسالك. طيب، مفيش حاجه اسمهم ركعتين شكر. لا، ما هو ده بقى اللي انا بقول لك. عندي سجده شكر. اسمه ايه؟ سجده شكر، مش ركعتين شكر. عندي ايه؟ سجده شكر. ممكن عندي ركعتين سنه وضوء، تحيه مسجد، قضاء حاجه، توبه، سنه مغرب الى اخره، لكن ما عنديش ركعتين شكر، ما عنديش نص عليهم. والاصل في العبادات التوقف. يعني ايه الاصل في العبادات؟ انا عايز اعبد ربنا. اعبد لحد ما اعرف الدليل ولا استنى لما اسال؟ ايه رايك؟ ما هي واحده. لا طبعا، مستحيل مش واحده. يعني اعبد براحتي حتى لو ما عنديش دليل وحتى لو مش صح وبعدين ابقى اشوف، ولا طالما انها عباده اسال الاول واعرف الاول واتعلم الاول؟ يبقى اتعلم الاول. فالاصل في العبادات ان اتوقف، اتوقف حتى اعلم الدليل، اتوقف حتى اتعلم، اتوقف حتى اسال. فده الاصل في العبادات. انا ما عنديش دليل على، لا من القران ولا من السنه، على صلاه شكر الركعتين شكر، لكن عندي دليل على سجود شكر. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه امر فسر به فخر لله ساجدا في لحظتها. في لحظتها. تمام. الدليل أيضا أن سيدنا أبا بكر الصديق أتاه الخبر بموت مسيلمة الكذاب فخر لله ساجدا. سيدنا علي بن أبي طالب علم بموت ذي الثدية من الخوارج فخر لله ساجدا. سجود الشكر يكون مع النعم المتجددة ولا يكون عقب كل صلاة. دي نقطة مهمة جدا، لأن في بعض الناس يقول أنا عقب كل صلاة أسجد شكر لله، برضو لا. هذه ده مع الموقف، هذه الديمومة معلش ده لها دليل عليها، إنما علمت أن ابنك وصل بسلامة الله من السفر، ربنا أكرمك بشيء كنت بتتمناه، كنت عايزه، برزق، بأيا كان، ابنك نجح في الامتحان،
ابنك شفاه الله، ابنك نجاه الله، بنتك حصل أي نعمة جديدة بتبقى حارة كده وجميلة. حتى أجاز بعض العلماء أن أسجد شكرا بدون وضوء. ليه؟ لأنه ممكن الموقف لما يفاجئني ما كنش على وضوء، ولو رحت أتوضى ذهبت حرارة الموقف، البهجة والفرح. الله ينور عليك، ده اسمه سجود الشكر مش صلاة الشكر. تمام، أنا بسألك. طب أنت ناوية تصلي صلاة شكر ولا أنا حاجة؟ بسألك. طيب، بعض الناس بتبقى